السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد المقرونيه بالخضر وبالطون. دابا غادي نبداو نقولوا بسم الله. نشحنوا البصله. هنا عندي الزيت والبصله، الزيت العاديه مع البصله، جوج بصلات غنشحرهم مزيان ونديرهم بوحدهم يتشحروا في الاول، عاد نزيد عليهم الخضره شويه خضره اخرى. عندنا هنا جوج كورجيتات، عندنا هنا جوج حبات ديال الخيزو، كنحكوهم في الحكاكه الغليظه. وعندي هنا التوابل، عندي قزبر حبوب وانتوما غبرة، الحرقوم، التحميرة، البزار، سكنجبير. عندي علبة ديال الثوم، وعندي شوية ديال السكر والسوجة. وهادو لي بات سلقتهم وصفيتهم وشلتهم شوية ما بارد وحطيتهم هنايا باش نزيدهم على الخضرة، نركب الخضرة. دابا ملي حمرات لينا شحط لينا بصلة شوية غادي نزيد عليها خيزو. نحط لك كلشي، نحط لك كلشي مزيان. دابا ملي شحر لينا خيزو شوية هبط على هاد الشكل هكا، نزيد عليه هدا، نزيد عليه الكورجيت كرها قدرة، ونحرك كلشي مزيان، نخليهم يتشحر شوية. تزيد عليهم التوابل العطرية. دابا غادي نزيدو العطرية، نحرك كلشي. نحرك كلشي مزيان ودخلت العطرية مع الخضرة، وغادي نزيد واحد هكا، نزيد واحد عشق كبير، معلقة كبيرة ديال الصلصة ديال السوجة بالشكل هذا. دخلت كلشي مزيان، نسيت الملحة، ما نسيت ما حطيتها مع المقادير، دابا غادي نزيدها. الملحة ضرورية، كل واحد كيدير الملحة على القدر لي بغا. وغادي نخلي كلشي يتشحر مزيان. دابا تشحرت لينا الخضرة، هي كتجي على هاد الشكل هدا، غنزيد عليها لي بات، المقارونية لي سلقتها من قبل وصفيتها وشلتها بالماء البارد، نحرك مزيان، نزيد شوية بشوية. ملي كتخلط ليا المقارونية مع الخضرة على هاد الشكل هدا، غنزيد عليها الثوم،
ونزيد عليها الثوم ونحرك كل شيء. بهذا الشكل هذا دابا هي القرنية وجدت. دابا غادي نديرها في الطبسيل هذا على هذا الشكل كتجي بنينة ندير هكا العشاء اللي بغا نديرها في العشاء. ملي كيطيب الطبق ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا كيجي زوين جديد. ولا عجبتكم هذه الوصفه ديروا لي لايك وشاركوا معايا في القناه. وبالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.